السلام عليكم. في هذا الفيديو الثالث غادي نشوفوا التكميله ديال التصحيح ديال الاكزامان ديال 2016 2017 ديال المحداد سيسيون نورمال. الوغ هنا غنشوف السؤال السادس كيقول كيلي لا فالور دي فري دو كونستيتيسيون. اذا لي فري دو كونستيتيسيون غنرجعوا للاكزامان نشوفوا المعطيات. لي فري دو كونستيتيسيون اش قال لنا؟ قال لنا بانه نقراو شنو قالنا. عطانا لامبوتاسيون. Alors, les frais de constitution sont payés par chèque, sachant que l'entreprise n'a engagé que les droits d'enregistrement, les droits d'enregistrement ou les frais de notaire, les honoraires, sachant que l'imputation des frais se fait sur le fonds commercial et les honoraires sont d'une valeur de 3 000 dirhams. Il y a une chose à dire. Il y a l'imputation de la fonds commerce. Alors, l'imputation de la dette, c'est 50 000. Il y a de la dette. إذا شنو غادي نديرو ليه؟ غناخدو ليه لا ديت، غنحسبو ليه لابور بعدا بيغ، ألوغ دغوا دونجسترومون أبور بيغ سامبل، كتساوي مليون في 1%، ياك؟ شحال غادي تساوي؟ غتساوي لنا 10 آلاف درهم، هدا لابور بيغ سامبل. دابا غنجيو لدغوا دونجسترومون أتيتخ أونيغو. كيساوي كنديرو لا ديت. شحال لا ديت فيها؟ فيها 50 ألف. كنضربوها. قالك لامبيتاسيون غدير على الفون دو كوميرس. فون دو كوميرس لو طو ديالو هو 6%. غنضربوها في 6%. 6 × 35. الوغ 6 × 35 ياك، نقسمو على 100. الوغ نحيدو جوج الأصفار، إذا نخليو غير جوج الأصفار أخرين، إذا 3 آلاف. غادي نتأكدو. 50 ألف 6% هي 3000. إذا الدروا دونغيستخومون كيساوي 10 آلاف زائد 3 آلاف كيساوي 13 ألف. لي زونوغيغ، لي زونوغيغ عطاهم لينا 3 آلاف، هما 3 آلاف درهم. لي زونوغيغ كيتخداو تي تي سي، يعني غنزيد ليهم 10% ديال 3 آلاف اللي هي 300، كتساوي 3300. هادو هما لي زونوغيغ. باردون. إذا هنا شنو عندي؟ عندي 13 ألف، عندي 13 ألف في، عندي 13 ألف في لي دغوا دونجيسترومون، وعندي 3300 في لي زونوغيغ ديالنا. ألوغ هنا، ألوغ هنايا قلنا بأن دروا دونجيسترومون أبور بيغ سامبل 10 آلاف، عندنا أتيتخ أونيغو 3 آلاف، دروا دونجيسترومون توتال ديال 13 ألف، و لي زونوغيغ كيكونو تي تي سي. إذا 3300 درهم غنزيدها هنايا تي تي سي باش متنساوهاش. ألوغ هنايا إلا حسبنا التوتال ديالهم غتعطينا 16 ألف و300. ألوغ نمشيو للتمرين. قالك كيلي لا فالور دي فخي دو كونستيتيسيون؟ 6300، 6000، 12 ألف، 15 و300. ألوغ هنا ما كاينش الجواب ديالنا، حتى شي جواب ما كاين هنايا. ألوغ هنايا كنعتقد، ويعني الاعتقاد ديالي تقريبا يقيني، أن الأستاذة شنو دارت؟ أنا خدمت بلوطو ديال 4% هنايا، 4%، وهاد لوطو راه ما كاينش بوسيبل، كان قبل ما كاينش في الفوند كوميرس. إذا 4 عطينا هنا 2000، إذا عطينا هنايا 12 ألف، 2000 على 10 آلاف، 12 ألف، 12 ألف زائد 3300 عطينا 15 ألف و300. هاد الإكزام راه فيه شوية الأخطاء، غادي نكتشفوه من بعد. ألوغ 15 ألف و300، إذا الجواب هو دي، إلا خدمنا بلوطو ديال 4% في لامبيتاسيون على الفون دو كوميرس. Quel sera le montant par lequel la banque sera débitée lors de la deuxième libération? Ramchi ou la libération Tania, je nous fais A. Je garde la libération. Alors, le 17 juillet, la société fait appel au deuxième quart. Tous les actionnaires ont répondu à l'appel. Mais il y a cool si j'avoue le son. إذا هنا لابيل الربع شحال هو الربع؟ هو هذا اللي كنا حسبناه قبيلة، هو أبلي نون فيرسي عيطا للربع، هو 125 ألف،
ولكن هاد 125,000 هي اللي خصها تجينا دابا نورمالمون، ما غاتجيناش كلها. علاش؟ حيت عندنا واحد لاسوسيي كريديتور عطانا واحد 30,000 ديالو كاملها سبقها لينا. اشنو دار هذا؟ عنده الربع هو 10,000، عوض يجيب لنا في لابيل الاول لا سكريبت، عوض يجيب غير 10,000، جاب كل شيء، جاب 40,000. اذا هذوك 10,000 اللي غيبقى كل ابيل يعطيهم راه عطاهم دافونس. اذا ديما في اي ابيل ما ننساوش هاد لا هاد 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 لا هاد لاكسيونير اللي عاطي دوك لي 10,000 ديالو، دوك لي كار ديالو كلهم عاطيهم دافونس. كل مره نديرو لابيل خصنا نقصو 10,000 من الحساب. اذا هنايا عندنا 125,000 هو لو مونطون اللي غادي نديرو ليه لابيل، وغنقصو منه 10,000 ديال داك لاكسيونير، غتولي 115,000. الوغ هنايا نشوفو الاختيارات. الوغ هنايا كيسيو غا لو مونطون باغ لوكيل لا بونك سوغا ديبيتي، الوغ 125,000، 95,000، 115,000، 120. الوغ 115 هي الجواب الصحيح بالطبع، يعني 115,000 اللي هي الى زدنا لها 10,000 ديال داك لاكسيونير اللي هو جاب الفلوس قبل الوقت، داك الكريديتور، غتكون هي 125,000. كيل سوغا لو مونطون باغ لوكيل لا بونك سوغا ديبيتي لوغ دو لا ليبيغاسيون دو تروازيام ابيل. غنمشيو لتروازيام ابيل نشوفو شنو قالو لينا في تروازيام ابيل. الوغ لو 19 سبتمبر لا سوسيتي في ابيل او تروازيام كارت، تو لي اكسيونير ont répondu à l'appel le jour même, sauf M. Ismail, souscripteur de 100 actions. Alors, M. Ismail, alors, dans l'appel, il y a dans l'appel, d'abord, on a fait la banque, je vais faire ce qu'elle a fait, la banque, je vais faire des flux. Alors, dans l'appel, bien la banque, normalement, l'appel, quand il y a le bon milieu, c'est 25,000, donc les apports en nature, en numéraire, dit maintenant, donc, لاكسيونير اللي عطى الفلوس قبل الوقت غنقصو 10,000 ديالو. وهنا نشوفو مسيو اسماعيل شحال عنده، عنده 100 اكسيون هنا ما جابهاش. اذا هنايا 100 اكسيون غنحسبو 100 اكسيون، الوغ 100 اكسيون في 100 درهم شحال كتساوي؟ 10,000. شحال نورمالمون خصو يجيب في الربع؟ هذا الربع اللي ما جابش دابا هو 10,000 على 4، يعني 2500. اذا لا بونك شحال غيكون فيها؟ يكون فيها 125,000 ناقص 10,000 ديال هذاك اللي جاب لنا ديجا الفلوس ديالو قبل الوقت، ناقص 2500 اللي هي الربع ديال لي زابور ديال هذاك داك لاكسيونير اللي عنده، داك لاكسيونير اللي عنده باردون، اللي عنده 100 اكسيون ما جابش الفلوس ديالو، ما جابش لي زاكسيون ديالو في الوقت. اذا هنا شحال غتولي عندنا؟ نحسبوها 125,000 ناقص 10,000 ناقص 2500 غتعطينا 112,500. غنشوفو الاختيارات. الوغ كيل سوغا لو مونطون باغ لوكيل لا بونك سوغا ديبيتي في لا ليبيغاسيون دو تروازيام ابيل، واش 125,000، 95، 110 ولا 115؟ اذا قلنا 112,500 هو الجواب صحيح. الوغ 112,500 ما عندناش هنايا. الوغ غادي نقول لكم المشكل فين كاين. الوغ هنايا الاستاذة نورمالمون راه بغات دير 200 اكسيون في الامتحان، هنايا راه بغات دير 200 اكسيون ماشي سوسكريبتور دير 100 اكسيون. اذا هنايا في هاد 100 هادي اللي كتشوفو هنايا 100 اكسيون نورمالمون راه 200 اكسيون، لان ما غاديش تخرج لينا ب 100 اكسيون. الوغ 200 اكسيون شنو غادي نديرو؟ الوغ 200 اكسيون هنايا الى رجعنا للتمرين ديالنا، 200 عطينا 20,000، عطينا هادي 5,000، الربع ديال 20,000 هو 5,000. اذا غندير 125 ناقص 10,000 ناقص 5,000، اذا عطينا 15,000، يعني 110,000. 110,000 اذا الجواب السي هو اللي صحيح. إذا الأستاذ هنا راه غلطات في لو نومبر دا داكسيون. كيل سوغا لا فالور دي زانتيري دو روتار، ألوغ لي زانتيري دو روتار خصنا نقراو ليكزيرسيس. ألوغ هنا هداك مول
ميتين alors هنا مشكلة واش نخدمو 100 أكسيون ولا 200 أكسيون alors après la mise en demeure ces actions sont vendues le 19 décembre alors نشوفو إمتى درنا ليه لابيل درنا ليه لابيل le 19 سبتمبر إذا le 19 سبتمبر وإمتى تباعو le 19 ديسمبر إذا هنايا عندنا من le 19 هنا سبتمبر حتى 19 ديسمبر شحال لا بيريود اذا عندنا هنايا حتى شهر 10 شهر حتى شهر 11 شهر وحتى شهر 12 شهر اذا عندنا 3 موا كنتسالو الفلوس ديزانتيري ديال 3 موا غادي نخدمو ب 100 اكسيون وغادي نشوفو الوغ 100 اكسيون عندو 2500 درهم غادي نضربوها شحال لو طو ديال الانتيري الو هنا بور سولد الو هنايا في لو طو ديال الانتيري غنحاول نقلع لو طو ديال الانتيري في مكتوب الو 8 لو طو دانتيغي هو 8% الوغ 8% هو هذا اللي عندنا هنايا حيت بارفوا كيعطيك طو دانتيغي ديال الكريديتور بوحدو وديال الديبيتور بوحدو هنا عندنا 8% اذا هنا غنديرو 2500 نضربها في 8% نضربها في المدة ديال 3 شهور على 12 شهر شحال كتساوي 2500 مضروبة في 8% مضروبة في 3 على 12 إذا يعني كتخرج لنا 50 درهم هادي إلا خدمنا ب100 أكسيون ألوغ هنايا سولونا عليها كيسو على فالوغ دي زانتيغي دو غوتاغ ألوغ هنايا غنمشيو نقراو التمرين مازال كاين عندنا شي حاجة ما قريناهاش في التمرين ألوغ هنايا قال لينا بأن تباعو 20 درهم لو سيرفيس بونكير اي اي تيستيمي ا 1200 عندو 1200 درهم سيرفيس بونكير مزيان 1200 درهم تي تي سي اي لا سوسيتي ادريس ان شيك الوغ سي بون الوغ هنايا عندو 1200 درهم سميتو عليه 1200 درهم ديال سيرفيس بونكير تي تي سي يعني داخله فيها التيفيا وعندو لي زانتيري دو غوتاغ اللي هما 50 درهم الوغ هنايا الجواب الصحيح شحال غيكون عندنا هنايا لا فالوغ دي زانتيري دو روتار 1250 درهم الوغ هنا نفس المشكل ديال قبيلتنا غنخدمو ب 200 اكسيون 200 اكسيون إذا 200 أكسيون تعطينا 5000 هنايا 5000 في 8 على 100 مضروبة في 3 على 12 كتعطينا 100 درهم 100 درهم زائد 1200 هي 1300 درهم وغنمشيو نشوفو لي زانتيري راه عندنا 1300 درهم عندنا 1300 درهم في الاختيارات ها هي الجواب دي لو شيك اللي غادي تفيرسها لاسماعيل غادي نحسبوه دابا الوغ بالنسبه لاسماعيل اللي هو 34.68 داك لاسوسي كري ديبيتور بلوتو اشنو وقع ليه 200 اكسيون اللي ما جابش غنحسبو 200 اكسيون راه 100 اكسيون قلت لكم راه غلط في التمرين الوغ هنا شنو دار طلبنا ليه الربع ديالو اللي هو 5000 ما جابوش هو نحطو ليه في الكريدي في الديبي اذا كان تسالو عليه ما جابوش شويه حسبنا عليه لي زانتيري لي زانتيري اللي حسبنا عليه شنو هما 1200 درهم ديال لابونك سيرفيس بونكير تي تي سي وزدنا ليه 100 درهم ديال زانتيري دو روتار هاي 100 درهم زائد 1200 هي 1300 هاي نحطو عليه تاهي في الديبي هادو كلهم كنتسالوهم ليه بعنا ليه لي زاكسيون ديالو قالوها لنا في التمرين قالنا بان بعنا ليه لي زاكسيون ديالو هاي ب 20000 بعناها ب 20000 درهم هاد 20000 غنحطوها ليه دابا في الكريدي يعني ديالو هادي كيتسالها هو صافي غنشوفو السولد
الوغ كيتسالنا هو 20000 باش بعنا لي زاكسيون ديالو، وحنا كنتسالوه 6300. اذا اللي درنا الفرق بين هذه وهذه كنلقاو 13700 خصنا نعطيوها ليه، يعني سولد دو 50. يعني هنا الاختيارات قال لك كيل سوغا الوغ لو شيك افيرسي ا مسيو اسماعيل سوغا دون فالور دو واش 13333 واش 13400 واش 13666 ولا 13700. اذا هي هذه 13700، هذا هو المونطو اللي غيتعطى لمسيو اسماعيل. وبهذا نكون سالينا هذا الاكزارسيس هذا، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونخدموا على الاكزارسيس نيميرو 2. شكرا على يعني الانتباه ديالكم، وتبارك الله عليكم والله يعاونكم.